في دول الكفر يصعب على بعض المقيمين نقل جثمان أهليهم إلى بلد مسلم لارتفاع التكاليف، ولذا يلجأ بعضهم في حياته إلى دفع اشتراك لدى شركة التأمين حتى تتكفل بنقل جثته إلى بلده. يقول فهل هذا الاشتراك جائز؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم، في بعض دول الكفر يصعب على بعض المقيمين نقل جثمان أهليهم إلى بلد مسلم لارتفاع التكاليف، ولذا يلجأ بعضهم في حياته إلى دفع اشتراك لدى شركة التأمين حتى تتكفل بنقل جثته إلى بلده، فهل يجوز هذا الشيء؟ يا أخي، الأقليات المسلمة لها مقابر في بلاد الكفر خاصة بالمسلمين، فيدفن ميته مع مقابر المسلمين في أي بلد؟ في مقابر المسلمين. ما يمكن بلد فيها مسلمون وأقليات ولا يكون لهم مقبرة خاصة. نعم.